حفظكم. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي أحلى الشيخ محمد. مرحبا يا محمد. أول شيء طال عمرك أبي رغمك. ثاني شيء عندي سؤالين. تفضل عطنا السؤالين. أنا رجال معاق. أي. والصيام أصوم بس بعض في تلعون في مستشفى قبل فترة دخلت في غيبوبة دخلت يعني ماني عارف اللي أنا صمته أول واللي ما صمته فأنا والله ما أدري شو أسوي يا شيخ. هذا هو سؤالي. ثاني سؤال أنا عندي صعوبة في دورة المياه الله يعزك. أي. يعني عندي صعوبة في دورة المياه إني كل يومين أو ثلاثة أيام أروح للحمام فلازم أحط يعني تحاميل وما تحاميل يا فور. أي. فما أدري شو هي تبطل صيامي؟ لا ما يعني حتى قبل الفطار. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. أما بالنسبة للسؤال الأول إذا كان في أحد ممكن يساعدك يقول لك لا أنت ترى أصبت بالغيبوبة في الوقت الفلاني وأفقت في الوقت الفلاني ممكن يساعدك بحيث أنك تحدد كم يوم أنت أفطرت وتستطيع أنك تقضيها فأقضيها. إذا ما أحد يقدر يحدد لك فأعمل بالأحوط. قل والله أنا ما أدري أنا علي 10 أيام أو علي مثلا 11 يوم اجعلها 11 يوم من احتياط. طيب هذه خلصنا من المسألة الثانية مسألة التحاميل. إذا كانت التحاميل مجرد ملينة لخروج يعني الطعام أو كذا من الجوف فهذه ليس لها تأثير على صوم. أما إذا كانت التحاميل مغذية وأنا استبعد أن تكون مغذية في الغالب ملينات فيها زيوت وكذا فهذه لا تفطرك بإذن الله. وأسأل الله أن يعظم لك الأجر. قل آمين. تراك مأجور يا محمد على ما يصيبك. والله جل وعلا إذا ابتلى العبد بأي بلاء رفع الله قدره يوم القيامة. وابشر بالخير. الله تعالى ما يعامل الإنسان المصاب بمرض أو ببلاء كما يعامل غيره من السليمين. أنت أجرك أعظم عند الله ويكفر الله به سيئاتك ويرفع درجات.